أحب البر والمزيون. ها هي مخيمات الثمامة تستعد لاستقبال زوارها بعد أن بدأت درجات الحرارة بالانخفاض، لتجد الشباب هم أيضا بانتظارها. هو الأجواء يعني البرد والأجواء يعني تعطيك تغيير عن المدينة، تطلع للبر تشوف الشباب، مخيمات، شب الضوء، جلسة، نفسيتك تتغير يعني. طبعا الأجواء زي ما أنتم شايفين اللهم لك الحمد بدأت تتغير للأحسن هذه الفترة، قبل كانت درجات حرارة عالية والحين الحمد لله اللهم لك الحمد بدأت تتحسن للأفضل. وتتمازج نسائم ليل بر الثمامة مع رائحة القهوة التي يتفنن الشباب في إعدادها، لتبدأ بعدها أحاسيس النفس ومكنوناتها في الانطلاق. راجل بلا ربعين على الغبن صبار صبار يا عبيد يا عبيد جيران الرفاق مريفة مريفة. كما يجد الشباب في المخيمات فرصة لإظهار مواهبهم في الطبخ واتقاء برودة الشتاء بالأكلات الشعبية. هذا المخيم أنشئ بسواعد شبابية وطنية للترويح عن أنفسهم بعيدا عن صخب المدينة. بالنسبة للمخيم الشباب كانوا جالسين باستراحة شبابية، طرت الفكرة عليهم مع بداية الشتاء واتفقوا، وعمارهم طبعا حوالي 28 إلى 24، منهم طلاب وموظفين، قالوا خلنا نستثمر وقت الشتاء نحط مخيم نطلع فيه نستانس بالوكيد. ويبقى أبناء المملكة أوفياء لتاريخها وتراثها بجمالها وخيامها، ليصنعون حاضره ومستقبله بأصالة قيمه وسواعد أبنائه. حرام البعدية المظنون، حرام الصد والهجران. نايف الصحبي، الإخبارية، الرياض.